السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هناك معلومة اقوى هي معلومة خاطئة. نعم. والنساء كلهم عندهم هذه المعلومة، هذه خصنا نسخوها لهم من المدرسة. الاخت تكلمت على ان واش يمكن لي نعوض الاسبانخ، وكان الاسبانخ اصلي وكان الاسبانخ احسن من هذه الاشياء. الاسبانخ ليس اصلي في التغذية، الاسبانخ لا دور له نهائيا لا بالنسبة للطفل ولا للمرأة. فالمغاربة رجعوا الثقافة ديالهم، الاسبانخ لا يدخل في الثقافة المغربية، لا نعرفه بعد، هذا الاسبانخ لا نعرفه ما عندنا في المغرب. كما قلنا الحريقة، وعندنا الحميضة، وعندنا السلق، وعندنا الخبزة، وعندنا السكوم، وعندنا القرنينة، عندنا التبش، عندنا الزفرنيج، عندنا أشياء يعني لائحة كبيرة جدا. غير واش النساء إما كيقراوا في الكتالوجات، إما كيسمعوا في برامج. لا هو أنا كنتكلم غير الناس، يعني الحديث نعم هو حديث مضني جدا، بخصوص سبحان الله كنشوفوا ان الناس لا علم لهم في ميدان الغذائي، ومع ذلك يحاجون يعني علماء التغذيه يتبرؤون من هذه الاشياء. لماذا؟ لان الاسبانخ، لانه كثر الكلام عن البروكولي وعن الاسبانخ. انا قلت ان السكوم يعني لا يقارن مع البروكولي، لا علاقه، يعني السكوم قوي اقوى من البروكولي فيما يخص حمض الفوليك والإينيلين والألياف الخشبية، وفي الزنك وفي فلافونويدات، هذه اللي يعني أقوى من، يعني أول مصدر في الطبيعة لحمض الفوليك هو السكوم، بخصوص النساء الحوامل ولا الأطفال الصغار. هذو الأطفال جايين الناس اللي عندهم سكري، ثم فيه فلافونويدات وفيه مهدئات، لأن الناس كانوا كيعملوا الألم الدار، كانوا كيفوروه مع الخبزة، كيداروا السكوم والخبزة كيزيدوا معهم زيت الزيتون والثوم. وكان الناس اللي عندهم عياء ولا كيظلوا مخدامين متكيين ولا حاجه كانوا كيديروا العياء، وهو في حقيقه تهمه علميه، حقيقه من في تهمه من الحقيقه العلميه. هذه الاشياء، هذه الممارسات، لان اصحابها كانت ممارسات واقعيه، وكانت ممارسات ناس عارفين اشنو كيعملوا. ثم الى خدينا مثلا الخبزه، فهي لا تقارن مع الاسبانخ، يعني الخبزه اقوى، والسلق، هذا السلق، هذا السلق اقوى بخمسه اضعاف من الاسبانخ، فيما يخص الكلوروفايل، وفيما يخص الاملاح المعدنيه بما في ذلك الحديد، فيما يخص الفيتامينات، فيه الاو والسي وكا او ا، يعني هادو كلهم، البوتاسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز والفيتامينات بي 2 وباء 1 وباء 6، هادو اللي جيدين للطفل. اللي هاد السيده هادي بحال كتعطي الاسبانخ لولدها، اللي فهمنا من كلامها انه كانها كتعطي الاسبانخ لولدها باسمه، وهذا خطا يعني، ولازم الناس ما يبقاوش ياخذوا هذه المعلومات هكذا. المعلومه اللي كاينه هو ان السبانخ كيعطي قوه وطاقه للجسم. هذه كانت في الكرتونات اللي كانت كدار الناس في السينما قديما. كانت في الكرتونات فقط. اما من الناحيه العلميه فنحن نقف الان على الحقائق، وان السكوم الاسبيزاستر والخبيزه ولا السلق، السلق يعني اقوى من الخبزه بشي شويه، ولكن كاينين مكونات اللي كاينين في الخبزه ما كاينينش في السلق. كيخلطوهم كيعطيو استرولات، وهذا السلق فيه الالياف الخشبيه احسن من الخبزه. الخبزه فيها الكلوروفيل بحالها بحال السلق، فيتامينات سي اكا، هادو فيهم كلهم، يعني خصوص الاو سي هذه كتلقاهم في جميع الخشاش ديال الارض. الى خدينا الحريقه اقوى منهم جميعا، ولكن الناس هما كيستهلكوا الخبز اقل من الحريقه، لان كيبقى المذاق الناس وكيبقى نعم في المكونات ديال الحريقه هي اقوى منهم جميعا. هذا هو المشكل. لا واش ممكن تعطي مثلا المستمعين شي طريقه اللي باش يستعملوا الحريقه؟ لان كيستعملوا الحريقه الملسه كيفوروها، الى لقاو معها شي خلطوها كيخلطوها، الى ما لقاوش كتكلم غادي شي كثروا منها، لان هي الحريقه كيخافوا منها الناس. نعم كيخافوا، اذا كانت حرشه نعم كانت حرشه عليهم كتنفخ. علاش؟ لان عندها واحد حمض الفورميك، عندها اشياء اللي كيمشيو معها اللي كتخليها كتنفخ الجسم، ما يكثروش منها. نعم، ولكن الحريقه الملسه العاديه كتفور مع الخبيزه بالبخار، مع الخبيزه مع السكوم مع السلق، يعني كتكون متزامنه معهم تقريبا، كيتخلطوا وكيتكالوا. الطريقه اللي كيعرفوها هي اللي كيقطعوها بحال الربيع وكدار في الكسكاس كتفور كياكلوها الناس معايا، ماشي معايا مشكل. الكثير كيسالوا بانه واش كيصوروها واش كيوروها، واش كيبيعوا المكونات؟ لا ما كيبيعوش المكونات اللي كاينين في الخشاش، ما يبيعوش، ما كتضيعهمش لان النار، ولو انه يعني السيدات يعني تطيب هذه المواد هذه
لمده ساعتين. ما المكونات ما كاينش، الفلافونويدات والستيرولات والفيتامينات اللي كاينين يعني الاو سي او كا ما كيضيعوش، الالياف الخشبيه ما كتضيعش، البوتاسيوم مانيزيوم وهذيك الاملاح المعدنيه ما كتضيعش، يعني ليس هناك اي 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 مشكل. اكثر من ذلك، هاد الناس اللي عندهم سكري، يا للاسف ان الحميضه، هذه الحميضه هي احسن خشاش الناس اللي عندهم سكري وارتفاع الضغط. لماذا؟ لان الحميضه كتجتمع فيها حمض الاوميغا 3 مع النحاس، كتجتمع حمض الاوميغا 3 مع النحاس، وفيها الفيتامين الالياف الخشبيه اللي لازمه لاصحاب السكري، الالياف الخشبيه ثم فيتامين ا و سي، يعني البيتا كاروتين كذلك، هذه البيتا فيتامين ا هو جيد للجسم، لان كما قلت هو من حافظات الجسم للسرطان. لذلك هذه الثقافه الغذائيه، يعني ان خشاش الارض الذي خلق الله سبحانه وتعالى، ان الانسان خلقه في واحد البيئه خصو ياكل خشاش البيئه التي يعيش فيها. يعني مازال عندنا اشياء كثيره، يعني خصنا برنامج على 40 50 ما نكملوش خشاش كيف في المغرب، يعني لو وصلنا مثلا الفطريات هذوك الترفاس اللي عندنا في المغرب، اذا وصلنا المواد الغريبه اللي الناس باقيين غير كيجمعوها، بحال الدوم، بحال المسائل هذه اللي كيجمعوها، بحال هذا البوبال، هذا يعني ونوع من البروكولي، البوبال راه خو البروكولي في الفصيله ديالو. كاين عندنا القبار، هذاك الكبار اللي كاين في المنطقه ديال فاس، كاين عندنا الخروب اللي كاين في يعني في منطقه اخرى في حتى الازيلال في الاطلس، كاين في نواحي التازه، كاين عندنا المسائل اللي مازال غير كتجمع غابويه، مازال عندنا ما كيحرطوها ما والو، غير كتجمع. هذه عندنا فيها ما شاء الله، وهذه خلقها الله سبحانه وتعالى ليستفيد منها البشر، لان ليس هناك شيء ما نضيعوهاش. الله سبحانه وتعالى عرف جوج الاشياء، الدابه هو كل ما يتحرك، والشيء الاخر كل ما ينبت، يعني فانبتنا فيها من كل زوج كريم كما عرفنا يعني في البدايه ديال هذا البرنامج. كثير الاسئله كتطرح الان حول الطهي، لان كثير من المعلومات الان تشاع هكذا بدون اساس. فالانسان ملي خلق الله هو كيطيب الطعام ديالو، ليس هناك مشكل، ما يبقاوش الناس يتبعوا اي نصيحه. لا دابا سالت يعني والا طحنا في ديك الاله الكهربائيه واش كت لا ما كاينش مشكل، كتفقد الفيتامينات وطيبها، ولا ما كاينش مشكل. كاين اشياء اللي كيفسدها الضوء، بحال زيت الزيتون، بحال العسل، بحال الخل، بحال هذه كيفسدها الضوء. الضوء كي زيت الزيتون الا بقات مقابله مع الضوء لمده اسبوع ما بقاتش زيت الزيتون. المسائل اللي تكال خضراء، تكال خضراء ولكن تكون في تربه نقيه، وتكون مسقيه بماء نقي، يعني خصوص الان مع المشكل ديال التكيسات اللي كيس اللي كاينين عند النساء. علاش؟ لان قليل من يعلم ان الخضر في الباديه، ان هذيك الكلاب الضاله كتكون تسارى في الليل، وهاد الكلاب الضاله اللي كتسارى في الليل كدوز من فوق الخضره، ولا ربما تدنس هذيك الحقل ديال الخضار، ربما هاد الاشياء هذه ما يعرفوهاش الناس. ملي كيمشيو للسوق كتبان لهم الخضره في السوق فقط، غسلوها لا خاطر تغسل عليهم المشكل ديال التكيسات. ثم هناك بعض اليرقات من بعض التكيسات اللي كتجي من المياه الحاره، احنا كنعرفوا ان نعم خصوصا اذا كانت المياه جايه من المستشفيات ولا من مثلا مجازر ولا شي حاجه، فهذيك المياه كتجيب تكيسات معها، ومن اللي كيسقيو بها الناس في الحقل هذيك التكيسات كتلتصق بالخضر.